السلام عليكم. شوفوا انا كاينه في السبيطار، اكيد غتكونوا فهمتوا بلي انا عندي خبر زوينه. انا ما اسمحوا لي بعدا ما بنتش ملي هبط هشام الانعاش، ولكن قلت لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، حتى واحد ما خاصو. جيت باش نبشركم بالخير، بشاره جاتني من عند الله سبحانه وتعالى. انا كاينه دابا في السبيطار، لا اله الا الله محمد رسول الله. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، سيدنا الاب ديالنا، لبال النداء ديالي. شوفوا والو الدموع، اوهي صافي بركه من البكا. الرحمه ديال سيدي ربي نزلت علينا، سيدنا الله ينصرو لبا النداء ديالنا، وغادي يهز هشام وغادي يمشي هشام يكمل العلاج ديالو برا المغرب. اش تنقول لكم؟ تنقول لكم باللي هشام شعله امل لجميع مرضى السرطان، وهزوا عافاكم. وهاد لا فيديو خدامه، هزوا كفوفكم السما. يا ربي يا ربي يسر ولا تعسر، يا ربي يسر ولا تعسر. مازال ما درت حتى شي حاجه وقلت ندير فيديو ونقولها لكم باش الصغير والكبير يعرف. خوت هشام، حبابه، صحابه اللي كنتوا دائما من بعد الله سبحانه وتعالى ورضات الوالدين معمرين لنا كسفنا، وبغيت نفرحكم. هشام هشام، سيدنا الله ينصرو لبال النداء ديالنا، لبال النداء ديالنا، وغادي يهز هشام وغادي يديه فين يكمل العلاج ديالو برا المغرب. الله اكبر الله أكبر.